صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 64 لسنة 2019 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 16 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. وجاء في المادة الأولى من المرسوم: يعين السيد أيمن توفيق المؤيد رئيسا لمجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب خلفا للمهندس كمال بن أحمد محمد، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه. وتعين السيدة آمنة علي العريض عضوا في مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب خلفا للسيد حمد فيصل المالكي، وتكون مدة عضويتها مكملة لمدة سلفها.